السلام عليكم، معكم الممرض عامر عياصر. اليوم راح نتحدث عن أحد الأمراض الخطيرة اللي هو مرض التهاب السحايا. 7% من الأشخاص اللي تعرضوا لالتهاب السحايا ممكن يتعرضوا للوفاة. وأشهر الأسباب الممكن تؤدي للوفاة اللي هو تأخر تشخيص المرض والتأخر في إعطاء العلاج. أيضا 15% من الأشخاص اللي بتشافوا من مرض التهاب السحايا ممكن يتعرضوا لمضاعفات. وأشهر المضاعفات اللي ممكن يتعرضوا ليها اللي هي الصمم والتشنجات والصرع والتخلف العقلي. ومرض التهاب السحايا بيأثر بصورة أكبر على الأطفال الصغار بالعمر أكثر يعني من الأشخاص الكبار بالعمر. والسحايا عبارة عن غشاء بيحيط بالدماغ والنخاع الشوكي، وغشاء السحايا بتكون من 3 طبقات: الأم الجافي والأم العنكبوت والأم الحنون. وغشاء السحايا ممكن يتعرض للالتهابات نتيجة لعدة أسباب، أشهرها الأسباب الفيروسية. تعتبر يعني التهاب السحايا الفيروسي من أكثر أنواع التهاب السحايا شيوعا، لكنها يعني تعتبر أقل خطرا. أيضا من الأشياء اللي ممكن تسبب التهاب السحايا اللي هي البكتيريا. في تقريبا حوالي 50 نوع من البكتيريا ممكن يسبب التهاب السحايا. والتهاب السحايا البكتيري يعتبر أكثر خطورة من حيث الوفاة ومن حيث المضاعفات، لكنه يعتبر أقل شيوعا من التهاب السحايا الفيروسي. طبعا الشخص اللي بتعرض لالتهاب السحايا سواء فيروسي أو بكتيري راح يعاني من عدة أعراض، أشهرها الحمى وارتفاع مفاجئ بدرجة الحرارة. أيضا المريض بيعاني من صداع مزمن، والصداع بترافق معه تقيؤ وغثيان. أيضا من الأعراض المميزة للمرض اللي هو حصول يعني تيبس بالعنق. حصول يعني تيبس بالعنق يعتبر من أكثر الأعراض المميزة للمرض اللي هو تيبس بالعنق. أيضا المريض بيعاني من تشنجات ونوبات اختلاجية. أيضا من الأعراض المميزة للمرض النعاس وصعوبة الاستيقاظ. أيضا من الأعراض المميزة لهذا المرض اللي هو فرط الحساسية تجاه الضوء. أيضا المريض ممكن يعاني من فقدان الشهية وطفح جلدي. أيضا المريض بيعاني من تشويش وصعوبة بالتركيز. تقريبا يعني هاي أشهر الأعراض اللي بيعاني منها المريض المصاب بالتهاب السحايا. ويعتبر يعني الصداع المزمن وتيبس العنق والنعاس وصعوبة الاستيقاظ وفرط الحساسية تجاه الضوء من أكثر الأعراض المميزة لهذا المرض، لأنه بقية الأعراض يعني متشابهة مع أمراض أخرى. فيعتبر يعني الصداع المزمن وتيبس العنق والنعاس وصعوبة الاستيقاظ والحساسية تجاه الضوء من أكثر الأعراض المميزة لهذا المرض. ومعرفة الأعراض المميزة لمرض التهاب السحايا مهم جدا، لأنه عادة بتم التعامل مع المرض بسرعة وتشخيص المرض بوقت مبكر من خلال الأعراض المميزة لهذا المرض. وبالنسبة للأطفال الرضع عادة يعني الأعراض اللي بتظهر عليهم اللي هي الحمى وضعف التغذية والبكاء المستمر والنوم المفرط وانتفاخ باليافوخ وتيبس بالعنق والجسم والخمول. تقريبا يعني هاي أهم الأعراض اللي ممكن تصيب الأطفال الرضع. طبعا مرض التهاب السحايا بيتم يعني تشخيصه من خلال عدة طرق، مهم جدا يعني يتم تشخيصه بوقت مبكر، لأنه المرض ممكن يتسبب بالوفاة خلال ساعات إذا ما تم يعني تشخيص المرض وإعطاء العلاج بوقت مبكر. وأهم طريقة لتشخيص المرض اللي هو من خلال الفحص السريري من خلال يعني الأعراض المميزة للمرض. فإذا الدكتور يعني شك إنه المريض عنده التهاب سحايا راح يطلب له يعني بعض الفحوصات. وأهم الفحوصات اللي بتثبت وبتأكد إصابة الشخص بالتهاب السحايا اللي هو من خلال سحب عينة بالسائل الموجود حول النخاع الشوكي وعمل زراعة لهذا السائل. طبعا من خلال السائل بتم تأكيد إصابة الشخص بالتهاب السحايا أو لا. أيضا من خلال الفحص بتم التعرف على مسبب الالتهاب إذا أنه يعني مسبب التهاب فيروسي أو بكتيري، ومعرفة يعني مسبب المرض سواء يعني فيروسي أو بكتيري أو معرفة نوع البكتيريا بيساعد الطبيب كثير على علاج المرض والشفاء منه بوقت مبكر. أيضا من الفحوصات الممكن تنعمل للمريض لتشخيص المرض اللي هو عمل زراعة الدم. زراعة الدم ببين نوع البكتيريا المسبب للمرض. أيضا بتم عمل صور أشعة للمريض مثل أشعة إكس راي أو سي تي سكان، التصوير المقطعي المحوسب للرأس، ومن خلال يعني التصوير ببين إذا في تورم أو انتفاخ بغشاء السحايا. طبعا هسه بننتقل للحديث عن علاج مرض التهاب السحايا. مرض التهاب السحايا يعتبر يعني حالة طبية طارئة بتم يعني التعامل معها بسرعة. بتم يعني تشخيص المرض بسرعة واخذ فحوصات للمرض بسرعة واعطاء العلاج ايضا بسرعة، لانه المرض يعني ممكن يتسبب بالوفاة خلال ساعات. فاذا شك الطبيب يعني من خلال الاعراض المميزة للمرض انه المريض بيعاني من مرض التهاب السحايا، الطبيب راح يبلش مباشرة باعطاء المريض العلاج. ممكن يعني الطبيب ما يستنى حتى يتم أخذ عينة من السائل المحيط بالنخاع الشوكي، لأنه يعني أخذ عينة من السائل المحيط بالنخاع الشوكي وعمل فحوصات لها بتطلب وقت، والمرض خطير بتطلب العلاج بسرعة. فالطبيب يعني من خلال الفحص السريري من خلال الأعراض المميزة لهذا المرض إذا شك أنه المريض بيعاني من مرض التهاب السحايا راح يبلش الطبيب مباشرة بإعطاء المريض العلاج.
سواء كان يعني الالتهاب سببه فيروسي أو بكتيري، الطبيب راح يبدأ بإعطاء المريض المضادات الحيوية الوريدية. في طبعا مضادات حيوية كثيرة بتعالج المرض، ممكن استخدامها لعلاج المرض. أيضا الطبيب راح يعطي المريض بعض الأدوية الستيرويدية اللي هي أدوية الكورتيزون للتقليل يعني من مضاعفات المرض. طبعا إذا تمكن الطبيب من تحديد مسبب المرض، إذا كان يعني مسبب المرض فيروسي يتم علاجه عن طريق الراحة وشرب يعني كميات وفيرة من السوائل وإعطاء أدوية مسكنة لتسكين الألم وتخفيض درجة الحرارة. لكن بشكل عام المضادات الحيوية بيتم إعطائها دائما للمرضى المصابين بالتهاب السحايا، لأنه يعني مرض خطير. طبعا المريض بعد ما يتشافى من المرض ممكن يعاني من بعض المضاعفات، خصوصا إذا كان التهاب السحايا بكتيري، وأشهر المضاعفات ممكن يعاني منها المريض تقريبا يعني 15% من المرضى اللي بنصابوا بالتهاب السحايا راح يعانوا من هاي المضاعفات، وأشهرها اللي هي فقدان السمع او ضعف بالسمع، ويعتبر يعني من اشهر المضاعفات اللي بيعاني منه مريض التهاب السحايا. ايضا من المضاعفات اللي ممكن يعاني منها المريض اللي هي التشنجات والصرع والتخلف العقلي، وممكن يعاني من فقدان بالبصر والشلل وتؤخر في النمو عند الاطفال. ونسبة يعني 5 ل 10% من الاطفال اللي ممكن يتعرضوا لالتهاب السحايا البكتيري ممكن يتعرضوا للوفاة، بتصل يعني نسبة الوفاة من هذا المرض من 5 ل 10%. ومرض التهاب السحايا يعتبر من الامراض المعدية، ممكن العدوى تنتقل عن طريق المخاط أو البلغم أو عن طريق العطاس أو عن طريق مصافحة الشخص المصاب. فلاجل هذا السبب يعني بيتم عزل الشخص المصاب والأشخاص يعني عائلته والأشخاص المقربين منه، بيتم إعطائهم مضادات حيوية للوقاية من المرض. فضروري يعني الأشخاص القريبين من الطفل يحافظوا على النظافة، خصوصا على نظافة اليدين، غسل اليدين يعني بعد ملامسة الطفل المصاب، وعدم يعني تقبيل الطفل. تقريبا احنا هيك تكلمنا عن معظم المعلومات المتعلقة بمرض التهاب السحايا. ان شاء الله يعني تكونوا استفدتم من المعلومات الموجودة بهذا الفيديو. وبالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك، تضغطوا على زر اللايك، تشتركوا معنا بالقناة، برضو يعني لا تنسوا تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. كثير مهم يعني تضغطوا على الجرس عشان يصلكم كل جديد. واذا عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا لنا اياه اسفل الفيديو، ويعطيكم العافية.